منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنبدأ اليوم في المحاضرة رقم 16 وسأعرفكم على أهداف هذه المحاضرة اليوم. أولا سنقدم لكم أو سأتحدث لكم عن هدف الاستماع تيكي، واليوم سنتعرف كيف نختار مكان وقوع الحدث أو الحوار، وهذا حسب طبعا الكلمات المذكورة في النص. وثانيا الصيغة الاحترامية للأمر مثل نيسيو أو هاسيو أو تيسيو. وثالثا سنستخدم كلمة لبسة، نحن نعرف أنها باللغة العربية قصيرة ولكنها باللغة الكورية متعددة وكثيرة، ولذلك سندرس مصطلحات مثل بوجار سدا وأنجونغل كيدا وشمبار شنتا. أما بالنسبة للقراءة إلكي، فسندرس اليوم أولا أدوات الربط بين الجمل وأدوات الرفع والنصب مثل إي وإل رل وإي وغا. وثانيا سندرس أسلوب النفي مثل إيغا أنيدا أو أنغا جواتا. هذا كل ما سندرسه اليوم في محاضرتنا. بوكي 내일까지 숙제를 꼭 내세요. 네, 선생님. إذن لنبدأ معا أولا بالاستماع وبالمثال. بوغي 내일까지 숙제를 꼭 내세요. 네, 선생님. بالنسبة للقواعد المذكورة في هذا النص، أولا لدينا كلمة 까지 내일까지 حتى غد، 숙제 أو 돈을 내세요 내다 يدفع، أو ممكن يدفع نقود أو ممكن يقدم أو يسلم مثلا واجب أو هكذا. ثالثا لدينا صيغة الأمر الاحترامية وهي سيو مثلا ها سيو أو ني سيو أو هكذا. أما الكلمات المذكورة في هذا النص، أولا لدينا كلمة سوكتي واجب وندا يقدم أو يسلم الواجب، نيل غدا، كاجي حتى، سونسينيم أستاذ، وكوك يجب أو يعني حتما أو بالتأكيد. بالنسبة لحل السؤال، فالأسئلة المذكورة في السؤال أولا لدينا أو الكلمات المذكورة، أولا بانج جيب مخبز. لو كانت الإجابة صحيحة هي بانج جيب، سيكون الحوار فيه كلمات مثل كيك كيك، بانج خبز، ألما بكم، وماشي سويو لذيذ. أما لو كان الحوار يتحدث عن فندق هوتيل، أولا بانج غرفة، ييكهدا يحجز، تشادا ينام، يوتشيل كم يوم. إذا كان الموضوع بيونغون مستشفى، فسيكون الكلمات المذكورة في النص إيسا طبيب، هانجا مريض، أبدا أو أبايو مريض، ويول حرارة. لنشاهد بعض الأمثلة على هذا السؤال. 5시까지 학교 정문 앞으로 오세요. تعال حتى الساعة 5 أمام بوابة الجامعة الرئيسية أو المدرسة الرئيسية. 내일 꼭 연락 주세요. اتصل بي غدا بالتأكيد أو يجب أن تتصل. 다음 주까지 밥값 내세요. ادفع ثمن الطعام حتى الأسبوع القادم. بالعودة للمثال 내일까지 숙제를 내세요. 꼭 내세요. 네 선생님. 선생님 와 숙제 와 내다. 이런 الكلمات تتعلق ب 교실. 이런 정답 3. 7번 빨리 오세요. 영화가 곧 시작해요. 네, 지금 가요. 나타갈 안 이라 رقم 7. 7번. 빨리 오세요. 영화가 곧 시작해요. 네, 지금 가요. القواعد المذكورة في هذا السؤال، اولا 이가 곧 시작하다 سيبدا بعد قليل. 빨리 plus 동사 فعل. 빨리 하다. 빨리 먹다. 빨리 가다. هذه كلمة مفضلة بالنسبة للكوريين ولذلك يجب أن نعرفها. بلي بسرعة. أما الكلمات المذكورة هنا فهي يونغها فيلم، شيتاكادا يبدأ، تشيغم الآن، ككجان سينما، سوجام بوكستور أو مكتبة محل بيع الكتب، ياكوك صيدلية، وشيجان سوق. مثلا لو كان الموضوع ياكوك، إذن سنشاهد جمل مثل أو كلمات عفوا مثل ياك دواء، ياكسا، ياك موكتا، شيجان سوق، كوايل كوكي ألما. لو كان الموضوع سجم سنشاهد كلمات مثل تشيك مونغو كونغ تشيك. لنقرأ معا الأمثلة. يونغوكي قد شيجاكابنيدا، ستبدأ المسرحية قريبا. بانغهاكينده يوغيسو بو هيو، بالي جيبه غاسيو.
الآن عطلة، ماذا تفعل هنا؟ اذهب إلى البيت بسرعة. 어디예요? أين أنت؟ 지금 가고 있어요. أنا في الطريق الآن، أذهب الآن. بالعودة للسؤال، 영화가 곧 시작해요. سيبدأ الفيلم بعد قليل. إذن نحن الآن في واحد ك극장 المسرح أو السينما. إذن 정답 واحد. 8번. 이 바지 입어볼 수 있어요? 네, 이쪽으로 오세요. ننتقل الآن إلى رقم 8 من الاستماع لاختيار المكان. 8번. 이 바지 입어볼 수 있어요? 네, 이쪽으로 오세요. القواعد المذكورة في هذا السؤال. 아, 어, 보다. يجرب أن يفعل شيء. مثلا 먹어보다, 입어보다. 2. 으로 오다. تعال إلى هذا المكان أو يذهب إلى مكان معين. 모자를 쓰다. يستخدم, يضع الكاب أو القبعة. 안경을 끼다. يلبس النظارة. شنباره شنطة. يلبس الحذاء. اللغة العربية هذه الكلمات مريحة جدا، لأننا ممكن أن نستخدم يلبس لكل الكلمات، يلبس ساعة، يلبس حذاء، يلبس بنطال، يلبس حجاب. ولكن في اللغة الكورية يوجد كلمة لكل نوع من الملابس، وهذا متعب قليلا. الكلمات المذكورة في هذا السؤال: 바지 بنطال، 입다 يلبس، 오다 يأتي، 신발 حذاء، 모자 قبعة، 안경 نظارة. الآن لو كان السؤال يتعلق بأوكاجي، سنشاهد كلمات مثل باجي، تشيما، وان بيس، شوتشي. وإذا كان المحل شيمبال كاجي، سنشاهد كلمات مثل شيمبال، اوندونغها، هيل، يعني كعب عالي. أنجيون كاجي، إذا كان محل نظارات، سنشاهد كلمات مثل أنجيون نظارات ولينج عدسات. بوجا كاجي، إذا كان محل للقبعات قبعة، فسنشاهد كلمة مثل بوجا قبعة. نقرأ أمثلة على هذا السؤال. 이 치마를 입어보세요. 예뻐요. البسي هذه التنورة، تبدو جميلة أو جميلة. 이 모자를 써보세요. البس أو جرب أن تلبس هذه القبعة. 이 운동화를 신어보세요. جرب أن تلبس هذا الحذاء الرياضي. 남자가 안경을 끼고 있어요. الرجل يلبس النظارات. بالعودة للسؤال، 바지 بنطال ويلبس. إذا نحن الآن في محل ملابس. 옷가게 واحد. إذا 정답 واحد. 9번. 어떻게 해드릴까요? 짧은 머리로 해주세요. ننتقل الآن إلى رقم 9. بالنسبة لرقم 9 فلدينا حوار أيضا. 9번. 어떻게 해드릴까요? 짧은 머리로 해주세요. القواعد. 아, 어, 드리다. يفعل لي. والصيغة، صيغة السؤال منها 드릴까요. 어떻게 해 드릴까요. ماذا أفعله لك أو كيف أفعله لك. 으로 해주세요. افعله لي بطريقة أو بشكل. وثالثا أو أخيرا، صفة plus إن نن، مثل 짧은 أو كين، طويل أو قصير. الكلمات المذكورة في السؤال: 어떻게 كيف، 짧다 قصير، 짧은 صفة قصير، 머리 شعر، 주세요 لو سمحت افعل هكذا، 세탁소 محل تنظيف الملابس أو dry clean، 우체국 بريد، 미용실 صالون، 편의점 محل أو بقالة سوبر ماركت. الآن لو كان هذا المحل بيوني جوم، قد نشاهد كلمات مثل أويو، تامبي، سادا، كيسانادا. لو كان أوتشيغوك، لو كان مكتب بريد، سنشاهد كلمات مثل بيونجي، سوبو، بونيدا. لو كان ستاكسو، سنشاهد كلمات مثل بالي، أود، باجي، بونيدا. ستاكسو اي بونيدا، يرسل إلى الدرايكلين أو إلى محل تنظيف الملابس. بالانتقال إلى الأمثلة، 어떻게 해드릴까요? كيف أصنعه لك؟ 매운 맛으로 해주세요. أصنعه لي بطعم حار. إذا نحن في مطعم، شيكتان. 어떻게 찍어드릴까요? كيف أصورها لك؟ 여권 사진으로 찍어주세요. صورها لي صورة جواز سفر. إذا نحن الآن في ساجينكان، استوديو للتصوير. للعودة للسؤال،
어떻게 해드릴까요? 짧은 머리로 해주세요. شعر قصير. إذا نحن الآن في ثلاثة ميونشيل صالون تجميل أو صالون. إذا تونداب ثلاثة. 10번. 여권 만들 거예요. 잘 찍어주세요. 네. 여기 보세요. 찍습니다. ننتقل الآن إلى رقم 10. 10번. 여권 만들 거예요. 잘 찍어주세요. 네, 여기 보세요. 찍습니다. القواعد المذكورة في السؤال. 일 거예요. سوف أفعل شيء. وتال آآ جوسيو. لو سمحت يعني افعله لي بشكل جيد. مثلا تال تيغو جوسيو. صورني بشكل جميل أو جيد. الكلمات المذكورة يكون جواز سفر. ماندل دا يصنع. تيك دا يلتقط. ساجينغوان محل تصوير أو استوديو. توسوغوان مكتبة. بانغولغوان متحف. ميسوغوان متحف فنون. لو كان المكان مكتبة توسوغوان إذن سيكون الكلمات المذكورة في السؤال تشيك هاكسينغ تشيوان تشيغوان بيليدا. أما إذا كان ميسوغوان متحف الفنون فسيكون ساجين كريم يسوغا فنان. أما إذا كان بانغمولغوان متحف فستكون الكلمات تاكبوم يعني تحفة. كوغيونغهادا يتجول يوكسا تاريخ. ننتقل الآن إلى الأمثلة. 오늘 요리할 거예요. 사아트부호 알리엄 사아트부호. 이 친구는 한국어를 공부합니다. 잘해 주세요. 하다 الصديق يدرس اللغة الكورية. لو سمحت ساعده أو تعاون معه. 잘해 주세요. 저기요. 사진 좀 찍어줄 수 있어요? هل يمكن أن تصورني لو سمحت؟ 네. 여기 보세요. انظر هنا. بالعودة إلى السؤال. 여권 만들 거예요. 우리도 안 아스나아 جواز سفر. 잘 찍어주세요. صورني جيدا. 네, 여기 보세요. 찍습니다. نعم. انظر هنا. سألتقط الصورة. التقاط صورة إذا وموضوع عن الصورة. إذا نحن الآن في ساجينغوان. استوديو للتصوير. إذا الإجابة الصحيحة هي واحد. تونغداب واحد. ننتقل إلى السؤال. ننتقل عفوا إلى القراءة. إلكي القراءة. بالنسبة للقراءة فسنختار الآن الإجابة الصحيحة التي يجب أن تدخل في الفراغ. أولا المثال. 보기. 저는 에 갔습니다. 책을 샀습니다. 에 가다 يذهب إلى. 을 사다 يشتري. الكلمات المذكورة هنا هي سجم مكتب مكتبة أو مكان بيع الكتب. ستاكسو محل تنظيف الملابس. كونغوان حديقة. كوكجان مسرح. الأمثلة. 저는 어제 공원에 갔습니다. ذهبت إلى الحديقة أمس. 친구들하고 놀았습니다. لعبت مع أصدقائي. 오늘 백화점에 가서 옷을 삽니다. سأذهب اليوم إلى المول وأشتري ملابس. ملابسا أصل. 어머니는 제 옷을 세탁소에 보냈습니다. أرسلت أمي ملابسي لمحل التنظيف الملابس للدرايكلين. 친구와 영화를 보러 극장에 갔습니다. ذهبت إلى المسرح لأشاهد فيلم مع صديقي. العودة للسؤال. 저는 서점에 갔습니다. 책을 샀습니다. اشتريت كتابا بالطبع سأشتريه من محل الكتب. إذن 서점에 갔습니다. إذن 정답 2. ننتقل إلى رقم 34. 34번. 이 사람은 회사원입니다. 학생 아닙니다. سنختار هنا الأداة المناسبة لهذه الجملة ولنتعرف على القواعد أولا. إيغا أنيدا ليس. إيغا أنيدا اسم بلس إيغا أنيدا ليس شيء. مثلا ليس طبيب أو ليس مدرس. الكلمة الثانية القاعدة الثانية إي صيغة الضمير الملكية. هانغوغوي تشيك كتاب اللغة الكورية مثلا. إل رل أدوات النصب. واغوا بمعنى وا. الكلمات هيساون موظف شركة. هاكسين طالب. نقرأ الأمثلة. 저는 학생입니다. أنا طالب. 의사가 아닙니다. لست طبيبا. 이 책은 언니의 책입니다. هذا كتاب أختي الكبيرة. 친구와 영화를 보러 갔어요. ذهبت مع صديقي لأشاهد فيلم.
어제 지갑을 샀어요. 이스타레이투 마흐파자 암스. 밀아우달 수알. 이 사람은 회사원입니다. 하다 샥스 와 무와자푸 샤리카. 학생이 아닙니다. 레이사 탈리반. 학생이 아닙니다. 이단 الإجابة هي رقم 1. 정답 1. ننتقل إلى رقم 35. 35번. 을 안 가지고 왔습니다. 지금 돈이 없습니다. 을을 가지고 오다. 유하들 와 النفي 을을 안 가지고 오다. لم يحضر. القاعدة الثانية 이가 있다 없다. يوجد ولا يوجد. بالنسبة للكلمات 지갑 ومحفظة 가지고 오다 يحضر 안경 نظارة 사전 قاموس 우산 مظلة. الأمثلة 책을 안 가지고 왔습니다. لم أحضر الكتاب. 잘 안 보입니다. لا أستطيع أن أرى جيدا. 안경이 없습니다. ليس عندي نظارة. وبالعودة للسؤال 지갑을 안 가지고 왔습니다. لم أحضر المحفظة. لماذا؟ 지금 돈이 없습니다. الموضوع أو الآن الذي ليس موجود معي هو النقود. لذلك بالطبع أنا لم أحضر ماذا؟ المحفظة. إذن الإجابة رقم 4. تونغداب 4. 36번. 교실에 학생이 없습니다. 그래서 قاعدة. 그래서 لذلك. الكلمات المذكورة هنا كيوشيل فصل دراسي هاكسينغ طالب يبودا جميل تكتا قصير تيونغ هادا هادئ ككبتا قريب الأمثلة أوجي جونسوري هسمنيدا كريسو بانغي كيكوتامنيدا نظفت أمس لذلك الغرفة نظيفة هاكيوغا ككبسمنيدا كريسو كوروغامنيدا المدرسة قريبة لذلك أمشي وبالعودة للسؤال 교실에 학생이 없습니다. لا يوجد طلاب في الفصل. 그래서 لذلك 조용합니다. الفصل هادئ. إذن الجواب هو رقم 3. 조용합니다. إذن 정답 3. ننتقل الآن إلى 37. 37번. 우리는 만났습니다. 인사를 했습니다. هنا يجب أن نختار الظرف المناسب أو الكلمة المناسبة والقواعد المذكورة هنا. توم بلس فعل. توم مندا يلتقي أول مرة. توم مكتا يأكل أول مرة. الكلمة الثانية أما بلس فعل ربما وثلاثة بيولو. بيولو بلس بوجونغ. يعني بيولو نستخدمها عادة مع النفي. مثلا جي أنتا أو أوبتا. بيولو أوبتا. وأخيرا أجيك بلس بوجونغ أيضا. أجيك بلس نفي. أجيك بلس جي أنتا. أجيك أنهدا. أجيك أوبتا. أما الكلمات المذكورة هنا فهي 1. توم أول مرة. بيولو ليس كثيرا. أجيك ليس بعد. أما ربما. إنسا تحية. مندا يقابل. نقرأ الأمثلة. 저는 한국에 처음 갔습니다. 다합투 일라 코리아 아울라 마라. 이 친구는 아마 어제 만난 친구일 겁니다. 하다 아사디익 룹바마 هو الذي قابلته أمس. 사람이 별로 없습니다. 라 유저두 샥스 아우 아쉬카스. 숙제를 아직 안 했습니다. 람 아쿰 빌와즙 바드. 빌아우다 리수알. 우리는 처음 만났습니다. 인사를 했습니다. تقابلنا أول مرة وسلمنا على بعضنا البعض. إذن الإجابة الصحيحة هي رقم 2. تشونغداب 2. ننتقل الآن إلى رقم 38. 38번. 학교 앞에서 약속이 있습니다. 그래서 친구를 القواعد. 에서 약속이 있다. عندي موعد في مكان معين. 2. 그래서 لذلك. 3. ال كداريدا ينتظر. أما الكلمات لدينا كلمة يكسوك موعد تواجدا يساعد كارتشيدا يدرس أو يعلم. نقرأ الأمثلة. 저는 선생님입니다. أنا مدرس. 그래서 학생들을 가르칩니다. لذلك أدرس الطلاب. 저는 한국 사람입니다. أنا كوري. 그래서 김치를 좋아합니다. لذلك أحب كيمتشي. 어머니는 바쁩니다. 엄미 마쉬골라. 그래서 도와줬습니다. 리달리카 사아투하. 빌아우다 리수알. 학교 앞에서 약속이 있습니다. 앤디 마와드 아마멀 마드레사. 그래서 친구를
واحد 기다립니다. 안타디루 صديقي واحد. إذن الإجابة صحيحة واحد. 정답 واحد. 나타가 إلى 39. 39번. 이 그림이 마음의 فراغ 이것을 사고 싶습니다. هذا مصطلح يجب أن نتعلمه وندرسه ونحفظه باللغة الكورية وهو 이가 마음에 들다 يدخل قلبي أو يعجبني 이가 나다 يعني يظهر وهو شبتا أريد أما الكلمات المذكورة في السؤال كريم صورة أو رسمة ماوم تلدا يدخل القلب أو يعجبني تدا ينام أودا يأتي نادا يخرج وسادا يشتري أما الأمثلة إتشيماغا ماوم تمنيدا تعجبني هذه التنورة تاوم جنن بانهاجمنيدا الأسبوع القادم إجازة أو عطلة 그래서 시간이 남니다. لذلك يصبح عندي وقت. الآن بالعودة إلى السؤال رقم 39 بالعودة إلى السؤال إي كريمي ماومي تمنيدا تدخل هذه الصورة قلبي أو تعجبني إيغوس ساغو شيبسنيدا أريد أن أشتري ها أو أشتري هذا. إذن هذا كل ما لدينا في محاضرة اليوم من الاستماع والمحادثة. سألخص لكم اليوم ماذا درسنا في هذه المحاضرة. أولا بالنسبة للاستماع تكي درسنا كيف نختار موضوع أو مكان عفوا وقوع الحدث والحوار حسب الكلمات المذكورة في هذا السؤال. واثنان درسنا كيف نتعلم الصيغة الاحترامية باللغة الكورية مثل نيسيو أو هاسيو أو تسيو. وثالثا درسنا كلمة لبسة المتعددة في اللغة الكورية مثل موجر سدا أو حجاب سدا أو أنجيون كيدا وشمبار شنتا. وبالنسبة للقراءة إلكي درسنا في القراءة أدوات الربط بين الجمل وأدوات الرفع والنصب مثل إيغا إلرل. ودرسنا أيضا أسلوب النفي إيغا أنيدا أو أن كاجواتا أن كاجوودا. درسنا أيضا الظروف التالية تشوم أول مرة أما ربما بيولو أجيك. ودرسنا أيضا الصفات التالية مثل يبودا جميل تشويونغادا هادئ تشكتا قليل وكاكبتا قريب. أما بالنسبة لكلمات القراءة الرئيسية فدرسنا كلمات مثل هاكسين طالب وساجون قاموس. ودرسنا أيضا تشيغاب محفظة كارتشيدا يعلم هيساون موظف ككجان مسرح نادا يظهر أو يصبح عنده وإنسا تحية من نادا يقابل أجيك ليس بعد أو بعد أما ربما وكلمات أخرى كثيرة بالطبع. إذن هذا كل ما لدينا في محاضرة اليوم من امتحان التوبيك. شكرا جزيلا لكم بالتوفيق. مع السلامة.